عندي هتبقى كده. بص يا احمد، المفروض تبقى انا بدل ما اعمل الملتبلاي بعد كده هعمل البلس، كانت المفروض 1 اوفر روت 3 equal a plus b over 5 root 3، صح كده؟ كنت عملت cross multiplication، يبقى دي 3 root 3 times ال a plus ال b equal 5 هنا root 3، هتودي root 3 الناحية التانية بال divide، يبقى ال a plus b هتبقى equal 5 root 3 divided root 3 اللي هي تبقى equal 5. فأنا اختصرتها، ماشي لحد كده تمام. نسوي 20 طلعت الإجابة ال ايه 20. 20؟ لا 20 لسه هقولك الإجابة بتاعتها بس عشان أجيب القانون بتاعها بالظبط، أوكي وأرجع لكم إيه الإجابة بتاعتها. ماشي لحد كده تمام يا شباب. نمبر 21 ماشي. خدنا كمان في الهوم وورك نمبر 7 ونمبر 8 بس الإجابة، بس الإجابة عشان كده 15 root 3 5 root 3 15 بلس 5 و 6. هنا. بالظبط كده اللي هي literacy. طيب هنا في نمبر 7 يا شباب مديني ايه؟ مديني ال tan equal x over 1 over root 3، ومديني ال x هنا acute angle، وبيقول لي هنا يا جايدة ان انا عايز اجيب sin x tan 3x over 2 plus cosine 2x. مهم اللي انا جدا اجيب ال x الاول. طب هجيب ال x ازاي؟ هبدأ ادوس shift تاني يا شباب واطلع 1 over root 3، هيطلع معايا ال x equal كام؟ والله 1 over root 3 يعني ال x هتطلع معايا equal 30. جبت ال value بتاعت ال x degree؟ تمام. بعد كده هتبدأ تشيل ال x هنا وتحط مكانها ال value بتاعتها، يبقى sin 30 هنا تايم 10 2 3 تايم 30 اوفر 2 اللي هي تطلع معايا طبعا 3 تايم 30 ايكوال 90 ديفايدد 2 هتبقى عندي 45، وهنا بلس كوزاين 2 تايم 30 اللي هي ايكوال 60، واطلع الفاليو بتاعت كل حاجة وابدا اعمل لهم بلس. ماشي طيب نمبر 8 هنا مديني ايه؟ نمبر 8 مديني ساينس x equal tan 30 sin 60، وبيقول لي هنا where x is the measure of an acute angle، بيقول لي find without calculator value of 4 cosine x sin x. محتاجة أجيب ال cosine x وال sin x. طيب هبدأ أعمل إيه هنا يا جوجو؟ هبدأ أقول هنا sin x equal هجيب tan 30 اللي هي 1 over root 3، هنا sin 60 اللي هي تبقى عبارة عن 1 over 2 هنا، سوري مش 1 over 2 هنا root 3 over 1 هنا over 1 over 2 root 3 over 2. فبالتالي هيكون عندي دي هكنسلها مع دي، هيبقى remainder عندي 1 over 2 خلاص. طيب ادي كده sin ماشي sin x equal 1 over 2، يبقى ال x بس هتبقى equal كام؟ هقول هنا 1 over 2 يعني ال x بالظبط لما اجي احسبها هتكون equal 30 degree. خلاص جبت ال x، جبنا ال x، عوضي بعد كده في ال values، يبقى 4 cosine 30 هنا sin 30، وابدأ اطلع ال value بتاعتي cosine 30 اللي هي عبارة عن root 3 over 2 time sin 30 اللي هي عبارة عن ال half، فبالتالي دي هتبقى equal 2 دي equal 1 ودي هتروح مع دي، هيبقى remainder عندي root 6 بس كده. ماشي تمام. ده كده كان يا شباب بالنسبة لل exercise اللي موجود عندي. لو سمحتي، بس هو في نمبر 20 انا كنت بحثت عن اللو اللي هو الهكسجون. الهكسجون اساسا انا فاكر انه مش عنده لو، هو المفروض كل الانجل و 120 الانجل 720 زي ما حضرتك قلتي. 120 نفس القانون. ايش ايوه، هو؟ اوكي وقالوا ان الانجل بتاع الدياجونال اللي هو الدياجونال بيطلع من كل انجل لانجل
قالوا إن بيبقى 6، فكده هو نقدر نقسم الأنجل ب 60، وهنا 60، فكده كده لو هيكون الانجلز عندي الاكس ب 60، يبقى ساين 60 اللي هي ايكوال بروت 3 اوفر 2. بس هو محتاج انجل 90 يا مس، ولا على اي ترينج لا لا لا، بتتقال؟ مش محتاج انجل 9، يبقى روت يبقى روت 3 اوفر 2. ايش، اشكرك يا احمد، برافو عليك، حلو ما شاء الله، انت عملت سيرش عليه. اوكي، اللهم بارك، تمام جدا. ماشي، لحد كده يا شباب، ده كان الهوم ورك بتاعنا. الهومورك كان فيهم، الهومورك الحقيقي يعتبر يعني كان اللايف ابلكيشن. كانت اللايف هنا. اوكي، كان اه يعني عندي انت في الترابيزيوم ما عرفتش حلها، كنت ناسي اللوب بتاعك فين اني مسألة اللي فوق 21. 20 21. ماشي، هنا بيقول لي ال A B C مديني is a trapezium in which ال A C ال A D equal parallel لل B C، ومديني ال measure of angles A B C equal 90 degree. ماشي، خلينا نرسم A خلينا نرسم ال trapezium. طبعا هنا قال لي إن ال A دي parallel لل B C. اوكي، وقال لي ان دي رايت انجل، مش ومديني الاي بي ايكوال هنا 12 سنتيمتر، ومديني الاي دي كله على بعضه ايكوال 16 سنتيمتر، ومديني البي سي كان هنا ايكوال 25. وبيقول لي هنا فايند اوف ذا لينث اوف بي سي، عايز اللينث بتاع البي سي، وعايز الميجر بتاعه السي، وعايز ساين دي بي دي سي بي، وعايز التان بتاع ال A سي بي. طيب تعالى كده نمشيها واحدة واحدة. أنا عندي هنا أول حاجة هعمل إيه؟ والله أول حاجة هرسم لاين من عندي دي كده، هيكون perpendicular يا شباب على مين؟ على ال street lines اللي قدامه ده. خلينا ناخد ده كده اهو، ادي الترابيزويد عشان ارسمه بس يكون بشكل اوضح. نفترض يعني نتخيل ده ان هو ترابيزويد مرسوم بشكل حلو. ماشي، يبقى هنا ال A B C D. ماشي، ومديني السايتس اللي موجودة عندي يا شباب. والله أول حاجة هعملها إيه يا أحمد؟ أول حاجة هبدأ أعملها هرسم سايتس يكون بيربنديكولار لمين؟ على البي دي. يبقى هرسم سايت كده، ده هيكون بيربنديكولار. تمام جدا، طالما ده كده بيربنديكولار، حلو حلو جدا. طيب تعال نبص كده بقى، عندي هنا اتحول من ترابيزويد لريكتانجل وتريانجل، ريكتانجل وتريانجل. طب هو مديني ال AC equal 16، ومديني ال A بي هنا ايكوال كام؟ ايكوال 12. وليكن مثلا هسمي دي دي اف، يبقى السي اف هنا برضو يا شباب هتبقى ايكوال 12. ماشي، طيب بعد كده ايه؟ طبعا دي هتكون رايت انجل برضو. هنا البي دي كله على بعضه ب 25، يبقى جزء منها من حد بس هو الاثنين كده يا مس الرسم غلط، يعني مش المفروض ايه؟ ال A دي ورا ال B C؟ ال A ال A دي parallel لل PC. اوكي ماشي، يا مس اصلا هو ليه، هو احنا رسمنا ال ترابيزويد ولا AD ترابيزيوم؟ trapezium، ما هو هو، يبقى ال A ماشي، ادي ال AB، وهنا ده ال PC. ماشي، بس مغير مكان الحروف. ماشي، اوكي، خلينا نخلي ده كده يا شباب. ماشي، بس طبعا ده triangles. ماشي، بقى هنا عندي ال A D C، ادي الحروف بتاعتي اهي، يبقى ده parallel لده. ماشي اوكي. طيب فببدأ اقول ده كله على بعضه، هنا ال A D هنا equal 16، ماشي، وال B C كله على بعضه equal 25.
5، فالجزء ده هيكون ايكوال كام يا شباب؟ هيكون ايكوال 9. خلاص بقى عندي ال دي اف وعندك ال اف سي، تقدر تجيب لي ال دي سي؟ اقدر اجيبها. ده مش ده رايت انجل تريانجلز؟ يبقى دي سي هتبقى ايكوال السكوير روتس اوف هنا 9 باور اوف 2 بلس 12 باور اوف 2. تعالوا كده نحسبها، هنا سكوير روت 9 باور اوف 2 بلس 12 باور اوف 2 اللي هي هتطلع معايا ايكوال 15. يبقى الاي دي هنا يا شباب هيبقى ايكوال كام؟ ايكوال 15. خلاص جبت الاي دي 15 سنتيمتر. طيب then هو عايز الميجر اوف انجل سي. والله انا عندي هنا سي، عشان اجيبها هجيبها استخدم اي حاجه بقى، ده طبعا 15. هجيب لا اما اجيب بقى الساين او الكوزاين او التان اللي يريحك. خلينا نجيب مثلا الساين. يبقى الساين عباره عن ساين سي الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس، يعني السي هتكون ايكوال كام؟ هنبدأ ندوس هنا شيفت ساين، ماشي شيفت ساين هنا 12 اوفر 15 اللي هي هتطلع معايا ايكوال كام يا شباب؟ احولها بالديجري اللي هي هتطلع معايا 53 ديجري و7 مينيت و48.37 سكند. ماشي كده تمام. هنا انا جبت السي، يبقى 53 ديجري 7 مينيت هنا 48 سكند هنا 0.37. ماشي خلاص كده جبت السي تمام. هو عايز ايه؟ هو عايز ساين الدي سي بي، دي سي بي ساين دي طبعا احنا اللي جبناها، ماينس تان الاي سي بي. طيب ال A C B معناها ان انا هعمل ايه يا شباب؟ معناها ان انا هبدأ ارسم من عند ال A لحد ال C straight line او هنا diagonal بالشكل ده كده. اوكي طيب، فبالتالي عشان اجيب التان هبدأ اقول له هنا ادي الساين سي انا عارفها لسه جايبها هنا. اوكي طيب التان عندي بتاعت ال C هيكون ايكوال كام يا شباب؟ والله التان بتاعت ال A اللي موجود هنا opposite over adjacent، يبقى التان بتاعت ال ACP ال opposite عندي اللي هو ال BC كله على بعضه اللي هو 25 over ال adjacent اللي هو 12، واجيب shift تان وابدأ اطلع ال numbers بتاعتي. بس كده اتفهمت؟ اتفهمت السؤال دوت يا احمد؟ طبعا ترابيزويد ملهوش قاعدة تمام. الترابيزويد ملهوش القاعدة غير بس فيها اللي احنا بنجيبها الاريا، والاريا بتاعت الترابيزويد عبارة عن الهاف تايم السم اوف تو بيزز تايمز للهاي بس. يبقى ده قانون، لو جه قال لك الاريا بستخدم القانون ده بس. ماشي طيب بعديها يا شباب ده بقى هنا لايف ابليكيشنز، المفروض ان احنا ديت هنبنى نقراها نفس مش الفكرة. ثواني بس، هو قول التن اي سي بي طلع بكام؟ تان A سي بي المفروض يطلع معاك ان هنا تان، ثواني كده، ال A B C المفروض يكون opposite over adjacent 12 over 25 يمحى مش 25، يبقى هنا 12 over 25. والساين دي سي بي 12 اوفر 15 صح؟ والساين ال D C P ماشي هيبقى عندي هنا 12 over 15 دي سي بي. ماشي بس كده اوكي تمام. ماشي تمام جدا. يبقى ادي شكل التريانجلز بتاعنا يا شباب، وادي ببدأ ارسمها وابدأ اشتغل عادي. اوكي لحد كده يا شباب، حد ليه سؤال في اي حاجة في الجزئية دي؟ حد ليه سؤال في اي حاجة في الجزئية دي يا شباب؟ لا يمس. تمام جدا. طبعا دي هنا مديني الليجرز اوف اي بي، هنا اللاين سيجمنت بتاعت الاي بي. اوكي ومديني يا شباب هنا اهو، ومديني اللينس بتاعت الاي بي ايكوال 6 متر، with upper edge الاي lies on the vertical and its other edge p on the horizontal floor
وبيديني if C is projections. projections يعني بيكون عندي يا شباب of the point A projections. احنا اتفقنا او نفتكر مع بعض يعني ايه projections، يعني بيكون ال lines neither perpendicular على ال point A، وبيقول لي on the surface floor and its edge of the slope of the surface of the floor was 60 measures then find the length of AC. دي بالضبط كأني أنا لو أنا هرسمها هيكون بالشكل ده يا شباب، ده كده ال A وده كده ال B وده كده ال C، ومديني ال length بتاع ال AB equal 10 6 sorry، ومديني كمان ال angles بتاعت مين يا شباب، ال slope بتاعت ال angles اللي موجود هنا، ال slope عندي هنا يعني الجزء ده كده ب 60، وعايز ايه؟ وهو عايز ال AC. طبعا ال AC ده بالنسبة لل 60 ده اللي هي ال opposite بتاعتها، فهستخدم sin P equal ال opposite اللي هو ال AC over ال hypotenuse اللي هو ال 6 اللي مديهاني. طبعا هنا sin 30 60 sorry equal ال AC over 6. طبعا sin 60 اللي هي equal كام يا شباب؟ اللي هي equal root 3 over 2 okay equal هنا ال AC over 6. اعمل cross multiplication يبقى ال AC هتبقى equal 3 root 3 بس. طيب اللي بعديها بيقول لي awoke a person woke up and and cell plan which makes with horizontal plan and angles of هو عامل horizontal plan angle of the measure 22 degree if this person walk 50 meters up the plan calculate the height of this plan. طيب بالظبط يا شباب، ويقول لي هنا above the surface ground to the nearest meter، يبقى هعمل ايه؟ والله انا عندي الشخص اهو ادي walk up للبلان، كانت برضو شكل triangles هيكون بالشكل ده يا شباب. مش هو عايز الهايت، الهايت يعني الجزء ده كده، وليكن لو هسمي ده ال A B C. طبعا هنا بيكون الانجلز اللي موجودة هنا دي 22 ومديني دي كمان 50، فبالتالي هو عايز الهايت اللي هو ال AB، فهجيب هنا ايه؟ هستخدم قانون السايت الساين نفس بالظبط اللي هي 22. طيب 24 بيقول لي هنا the wind broke the upper point of the tree to make angles هنا 60 measure 60 with the ground level if the top of the tree meter التوب بتاع tree the ground 4 meters away from the bottom of the tree find the height of the tree nearest للمتر. طيب أولا برضو يا شباب دي شكلها شكل right angles أهو، بدأ اللي هو التري حصل لها إيه؟ حصل لها هنا إن هو بدأ إيه مالت، أو هنا يا شباب حصل لها broken هنا مالت بأنجلز قد إيه؟ بأنجلز 60 أوكي ماشي. ومدين يا شباب إني ال if the top of the tree من عند ال top of the tree لحد ال ground يا شباب 4 meter، يبقى ده ال 4 meter okay the potence of the ground of the tree. وبيقول لي هنا عايز ال height find the height of the tree height of the tree اللي هو هنا بقى عبارة عن ايه؟ هنا ال AC B، هنا عبارة عن ال hypotenuse عشان اجيبه. طبعا هنا ده opposite وده هنا ال hypotenuse، فال opposite over hypotenuse ده قانون ايه يا شباب؟ ده قانون الساين مش كده. طيب بس كده لحد كده يا شباب في مشكلة في الجزئية دي؟ ده كده بالنسبة للهوم وورك بتاعنا اللي احنا خدناه معاه. حد عنده سؤال في الهوم وورك تاني؟ حد عنده سؤال في الهوم وورك يا شباب تاني؟ لا يا مس. تمام حلو. طيب بصوا بقى السؤال نمبر 25 بالمرة، احنا كده كده بنكمل نمبر 25، حد عارف يحله ازاي؟ انت عنده فكرة؟ كوزين ايه تايم تان ايه؟ قول
number 25. ده مش فاين. ايه از ميجر اوف ان اكيوت انجل؟ ده معناه انها 30 او 45 او 60. بالظبط. الغزاين ايه باي 10 ايه اكلها؟ بس انت ما ينفعش تمشيها راندملي كده، يعني هتجرب كل حاجة وتعملها مالتبلاي عشان تجيب لك الهاف،